ظهرت صورة على السوشيال ميديا مؤخرا غريبة جدا جدا جدا. تعال ممكن نشوفها مع بعض الصورة دي. هل عندكم الصورة لوحدها؟ صورة أنا استغربتها جدا جدا، حسيت إن ده حد بيهزر أو إعلان أو كده، زي ما أنا ظهرت بودي جاردز في حلقة من الحلقات، بس تمسك في إيديها مسدس ولو تعرف تعمل زوم إن، لابسة ذهب يعني ما شاء الله، يعني ما شاء الله، بس مش عارفة ايه كمية الذهب دي. ينفع تعملي زوم ان بس على الايدين؟ يعني ظهرت الصورة دي. من هذه السيدة؟ من هذه السيدة وما هو سر هذه الصورة؟ معلش نجيب لنا صورة تانية. هو في قاعدة حواليها كام بودي جارد؟ 1 2 3 4 كامل، هات لنا لونج 6 بودي جاردز و35,000 قويشة ذهب، وماسكة السلاح ده. معرفش ده حقيقي ولا لعبة ولا ايه، حقيقي مش عارف حقيقي ولا لعبة. من هذه السيدة؟ هذه السيدة احنا نقول اسمها ولا بلاش؟ بلاش نقول، الاخبار كاتبة اسمها، بلاش احنا نقول اسمها، مش مشكلة. تم القبض عليها. لماذا تم القبض على هذه السيدة؟ تم القبض على هذه السيدة لأنها عكس خالص الصورة دي. هي فاتحة مركز تجميل، فاتحة مركز تجميل، وتقدم أحد المواطنين أو المواطنات ببلاغ إنها تشوهت، وتم القبض عليها لأن اكتشفوا إن اللي عندها في مركز التجميل مش دكتور. عشان محدش يقولي طالبة بكلية الآداب تتهم، خلاص هي مكتوبة الاسم بتشويه شفتيها، ووزارة الصحة العيادة انتحلت صفة الطبيب. طيب ليه مش بتجيبولي هنا؟ مش عارف. محامية متضررة من حقنة بنص التمن بوظت شفايفها. شفتوا لسه بقول لكم ايه؟ اقسم بالله ما كنت شفت الخبر ده. لسه بقول لكم في التقرير اللي فات ما تسترخصوش وما تستهونوش. يعني شفتوا هي ارجع لي، انتوا بتنسوني ولا ايه؟ انا مذيعة برنامج والله يا رب، استغفر الله العظيم. يعني هي راحت لقت حقنة بنص التمن فقالت لك بس. اتاري اصلا لما راحت عملت البلاغ نقابة الاطباء لقت ان ده مش دكتور اساسا. يعني اللي انا كنت بقوله التقرير اللي فات مش اي كلام، في ناس مش دكاترة بيقولوا لكم انهم دكاترة وحقن شفايفها.